السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قبيل صلاة العصر يتواصل معي أحد الإخوة يتواصل معي بخصوص أحد الإخوة. هذا الأخ يخبرني على أن أخ لنا في مدينة مراكش أصيب نزلت عليه مشكلة كبيرة جدا، قدر الله ما شاء فعل، وهي أن السقوف ديال البيت تاعو كلهم سقطوا، فأصبح كأنه يعيش في العراء. وأنا لم صراحة ما كان عندي علم بالموضوع، ما كان عندي علم بهذا الموضوع صراحة، و يعني مباشرة والله يشهد لازلت أتواصل مع الأخ، ربطت اتصال بالأخ، لازلت أتواصل مع الأخ الذي أخبرني وأنا في السيارة، ربطت اتصال مباشرة مع الأخ الآخر الذي عنده هذا المشكل، فأخبرت الأخ الذي يتكلم معي على أنني خلاص أنا الآن في اتصال مباشر مع الأخ في مدينة مراكش. هذا الأخ نحسبه على خير، والله حسيبه ولم يزكي على الله أحدا. صراحة أنا عشت معه موقفان اثنان. الموقف الأول لما زرنا مراكش بخصوص المجلس الذي كان في دار القرآن للشيخ المغراوي، والموقف الثاني هو أنه اتصل علي، سبحان الله، كان حينها يريد مكبرات صوت لمسجد في مدينة مراكش، وبالفعل لبيت الطلب بفضل الله تعالى، بل فرحت بهذا والله على ما أقول شهيد، أني قبل ما يتصل علي بأيام كنت أفكر أني أجهز مساجد طاعة الله عز وجل خاصة في مكبرات الصوت، وكنت أتكلم في البيت خاصة على فضل الصدقات الجارية ومكبر الصوت اللي يرفع الآذان والإشعار بالنداء وبالصلاة. سبحان الله، هذا حتى قبل كورونا، قبل حجر الصحي في المغرب. وبالفعل أرسلت له مبلغ من أجل، قلت له بكم سيكون هذه المكبرات، قال لي مبلغ قدره كذا وكذا، فحولت له المبلغ، وأخبرني اليوم على أنه قد تم كل شيء بفضل الله تعالى وعلى أن المكبرات في المسجد. قلت له الحمد لله، حتى أنه اتصل علي وكنت أتكلم معه، قلت له ابحث عن مساجد أخرى تحتاج إلى مكبرات أخرى في مراكش، قال لي هناك مسجد يحتاج حتى إلى الزرابي وكذا. قلت له أنا مستعد بإذن الله تعالى لهذا الفعل بفضل الله جل وعلا. إذا هذا الأخ عهدته من الصداقين الخيرات، وهذا أمر كان بيني وبينه بفضل الله جل وعلا. يعلم أحد ماذا قلته؟ أنا أشياء لا أقولها، لكن قلت حتى تعلموا أن هذا الأخ طيب، يعني يحب الخير لبيوت الله وللإخوة بفضل الله تعالى، بل يكرم الإخوة ويرحب بهم في بيته، مع أنه إنسان يعني ماشي ختام مزيان، لكن الكرم ولو بالقليل، الجود ولو بالقليل بفضل الله عز وجل. حينما سمعت اليوم ما حل به أن البيت تاعو كله سقط، لأنه بيت مبني فقط بالحجارة وبالطوب، سبحان الله، يعني حزنت لهذا واتصلت عليه مباشرة، ما فكرت. فأخبرني أنه فعلا الآن هو في العراء، ويقول الحمد لله الحمد لله على كل حال. قلت له بكم سيكون هذا السقف؟ قال لي الآن سوف أحاول 50 متر، لأن قال لي هذه منطقة يعني كأنها يعني بناء عشوائي وكذا، سأخذ 50 متر من البيت ونجعل لي الطالة والسقف وكذا حتى أمن على زوجي وعلى أبنائي. قلت له خير إن شاء الله، كم سيطلبك هذا المبلغ؟ قال لي على الأقل يعني ما بين حوالي 30,000 درهم. 30. قلت له خلاص أبشر بالخير. خلاص هذا كان اليوم بعد صلاة العصر مباشرة، يعني ما انتظرت حتى أقول له أنا أبحث عن فلان وعن علان، إخوة جمعوا لي، بل أنا عارف البروطة، وعارف السفينة كيفاش غادة، وعارف أمور كثيرة جدا. أنا صراحة عارف أمور كثيرة، ولبقينا كنتسناو الإخوة يجمعوا ليه، تغطى بكري ونعس بكري ودفى بكري وشبع بكري، ماشي كنعدم الخير، لا أبدا، الخير موجود، لكن سبحان الله كأن الشيطان يحارب الإخوة فيما بينهم. والدليل هو أنني أنا أنادي بمساعدة الإخوة في هذه الجائحة النازلة في الإطعام، ويبقوا في بيوتهم مخدمين شغلهم كراوات وكل اللي عنده المرض وكلام، كل يوم كل يوم أحفز الهمم، لكن قد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، للأسف الشديد هذه حقيقة. فأنا أقول ما غاديش ندير السينية الخوية، ما غندوش لك السينية، السينية ما غاديش تكون السينية اللي تموها المغاربة، عاود الفريق ما يمكنش، كاين أخيار بفضل الله عز وجل، أنا واحد منهم، أدفع من جيبي
واختار له بفضل الله واحد ولا جوج ثلاثه واغلق له الغراب، بل احسن من ذلك بفضل الله تعالى. حتى اذا احتاج الى الفراش ديال البيت باذن الله تعالى نحن مستعدين، لان اثناء الكلام كان فهم ان قال الحمد لله، كنت اساله كيف حالك كذا، قال لما سقط سقط على كل اثاث وكل بيت، يعني ذهب كل شيء، اصبح الانسان من صفر. خلاص هذه مساله. اذا انا اريد من الاخوه بلا ما تقعدوا لي السنيه وبلا ما تبقاو غنقول اللي بغى يبوسني كيعرف وجهي وكيعرف فمي، خلوها المغاربه هذه امثله، ما غنجيش انا الان ونبداو نتزايدوا على مسائل. الله يجزكم بخير. او ها انا الان ادعوكم، الا كنا غنبيو ليه سقف وجوج ثلاثه وغنفرشوا ليه، نعملوا هذا اكثر، ومستعدين نعملوه ليه وننتقلوا لاخ اخر. بل عندي بادره، مستعدين الاخوه اللي كارين على الاقل نشريو لهم واخا غير نص شقه، الا احنا تاهلنا غير 10 ولا 20 30 مستعدين نعملوها باذن الله عز وجل. كل عام نقضوا غير واحد من الكرا ومن الرهين، نحيدوا ليه الذله ديال الدقان ديال الكراي، انا مستعد باذن الله جل وعلا. نفقوا على الاخوه على الاقل غير في هذه النازله، كاين اللي قاد على ذلك والحمد لله وما كيتسناش يطلب الاخوه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هو الان في نازله وفي ضائقه، حكمت عليه الوقت الظروف، قدر الله ما شاء فعل، هو في البيت ديالو كيفاش غيوصل الطعام، حتى بالشرط يجي ويكتب منشور ويذلل ويبكي. حنا خصنا نكونوا كنفهموا كيف الله جاد علينا وعطانا، خاصك تعطيه حتى الناس اللي عندهم القليل يعطيو بفضل الله عز وجل. هذه لابد ان تفهم. والله العظيم الحر الكريم ولو يقدر اللي عنده يبيعه ويعتق خوه، اللي عارف انه يقدر يتسلف وغادي يرد الى حين يقول حبيبه وخاله وعمه وجده وصديقه في التجاره اعطيني باذن الله الى حين ما يصرصر بعد تفوت هذا النازل وغنعطيك، ويفرج على خوه لانه وعدو من غير يقضي. اما الاخر ما عندوش، الاخر في العراء الان، الاخر في الجوع الان، الاخر في الديون الان، الاخر رجع عليه ملكرة الان. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ اضربكم مثلا حتى لا اطيل هذا الفيديو باذن الله، وانا سادعو ان شاء الله تعالى، ساختار باش ملي كنتكلم اختار خارج اطار الرقات. الرقات هنا غاسل عليهم يدي الا من رحم ربك، اللي كنعرفهم اخيار ما عندهمش مساكن، واللي عندهم راه كندعيوهم دابا 25 يوم ولا شهر، وراهم كل واحد وفين، ها اللي في بلادو، ها اللي مع ولادو، ها اللي سافر بعيد على الناس، ها اللي سد عليه الان فيسبوك وتصبح بحال ما عمرو كان، وكل واحد الله المستعان. انا ما كنسمي حتى واحد، والخير في التعميم لا في التعيين، والحق وحق يقال، وهذا ليس من شرع الله، ليس من دين الله، ليس من الاخوه في شيء، وليس من الرجوله والمروءه في شيء، للاسف الشديد. فاضربكم مثال، اليوم شاهدت معي على المباشر او في الفيديو اللي قلت لكم، وانا في طريقي لفعل خير، في نقول لكم بالضبط كنت غادي لواحد البلاصه، غادي للمقاطعه. علاش؟ كنحاول نوع افعال الخير، حطيت برنامج ديال الكساله وبرنامج ديال الموقفيه اللي في الموقف، حطيت برنامج ديال الناس الضعفاء في البيوت، حطيت مهم برامج كثيره اللي نسال الله يتقبل منا. فاليوم قلت غادي نمشي ان شاء الله تعالى عند المقدميه باذن الله في واحد المنطقه، وغنتعاون معهم طاعه لله، وفي نفس الوقت هما غيمدوني غنقلب كما يقول المغاربه غنقلدهم، اعطوني افقر افقر ما عندكم، الحالات اللي كتبكي، تحطوني كل واحد فيكم عطيني الحالات اللي كتبكي اللي عنده في الدائره في المنطقه ديالو، كانت هذه هي نيتي. فانا في طريقي الى واحد المنطقه سبحان الله وقفت، فغادي نجيب الدوره، فاذا بي كنتفاجئ كنشوف واحد المراه، انا كنقول لكم المشهد كما هو، اتفاجئ بسيارتي هكذا، امراه تجلس على الرصيف، وخلف الرصيف مقهى، وذاك المكان فيه مقاهي، والجو حر، لا طائر في السماء ولا رجل يدب فوق الارض، ناس اصلا مع حجر الصحي ما كاين حتى واحد، وقت الظهيره الحراره، وانا امر به كنشوفها وحدها فقط، المحلات كلها مسدوده، الناس ما كاينينش، وجالسه في ذاك المكان. مجرد شفت فيها كانها قرات نظراتي، وانا اريد ان احقق في قضيتها، هل تستحق ام لا. ثم ذهبت، كان ذاك المكان اللي غنذهب ليه بينه وبينه امتار، فاذا بك القاها وقفت عندي، كنشوفها بيني وبينها جوج شانطيات، هذاك يعني كتكلم مع باغا تكلم معاك، قلت لها مالك شنو عندك، فانا قطعت الشاطي ومشيت عندها، فاذا بها تبكي. انظر يا اخواني الرقاه، وكثير من الرقاه على هذه الشكل، هذه المراه
كتبكي كتقول قلت لها ما بكي، قالت لك تخدمي ب 350 درهم في الاسبوع وانا من اعير البيت، زوجي عنده السكري وعندي بنات وعندي مسؤوليه، وها وفيها 350 درهم فيها نفقه الطريق وفيها نفقه الطعام في العمل، وفيها يعني في الاسبوع اخذ بها الطعام للبيت واخذ بها وادي بها فواتير الماء والكهرباء والدواء للزوج. قضية وراضية والحمد لله، لكن الآن مع الحجر الصحي لا طعام ولا شراب في البيت. الآن لا طعام ولا شراب في البيت. وتبكي. المهم باختصار قلت لها أبشري لصقا لك، ما واحد وصاني قال يجي عندك، ماشي واحد دلني على المكان ديالك، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أني أخرج من بيتي من الرباط وآتي إلى الترابطة إلى هذه الزنقة إلى هذا المكان حتى ألقاك وحتى تجي عندي هنا، إذا هذا قدر من الله عز وجل. قلت له ابشري اعطيك 1500 درهم باذن الله تعالى. بكات قالت لي والله هذا المبلغ ما مسيتوش بدي منذ ان تزوجت اكثر من 15 عام، يعني منذ اكثر من 15 سنه لم تجمع في يديها وفي جيبها 1500 درهم. اذا تعاني من الفقر عظيم، وانا اعرف تلك المنطقه التي تعيش فيها، انا اعرف المناطق كثيره بفضل الله جل وعلا بحكم العمل الجمعوي وتجوالي، اعرف تلك المنطقه معرفة عظيمة جدا، بل دخلت لها أكثر من مرة وهي كأنها مكان رعب، فيه ناس أخيار بحكم الفقر بحكم الاضطرار بحكم الحاجة، ولكن فيها كذلك إجرام فيها كذا، لكن الأخيار موجودين في كل مكان. الإشكال هو تلك المناطق ليس لها إلا البؤساء والفقراء، صراحة البؤساء والفقراء يعني محرومين من أبسط الأمور. فمجرد قالت لي الاسم والمكان فهمت الوضعية كيفية، إضافة للأشياء اللي كتكلم معايا بها كتزيد توضح لي الامور، ويديها وراتوني كيفاش مشقين بالماء كتغسل في المقاهي وكذا في المطاعم. قالت لي هذا المكان هذا المبلغ ما مسيش في يدي منذ زواجي. قلت لها على هذا الكلام اعطيك 2000 درهم 40000 ريال وسيري للبيت تاعك وجلسي مع اولادك فقط حتى تمر هذه الفتنه وهذه المحنه بسلام، حفظ على صحتك وما تجيبش عدوى لنفسك ولابنائك، لان في حفظ صحه في انقاذ الروح بالارواح وفيه مساعده في يوم ذي مسغبه وفيه فضائل كثيرة جدا جدا. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ كثير من الإخوة غيكون نفس الشاكلة، لكن إحنا ما نعرفوهمش. كثير من البيوت الآن زوجات الرقاد الآن غتمشي عند أمها تطلبها ولا عند أختها تطلبها إلى عندها حتى باش تعاونها. فلماذا نخليه حتى نوصل لهذا المستوى؟ علاش يا أحبابي؟ لماذا؟ هذا الأخ اللي هو الآن، أنا صراحة أقسم بالله والله وبالله وتالله، أنا كنقول لمن المنبر كنقولها ليه من هذا المنبر، الى احتاجتي وما عندكش عندي بيت في مراكش اشهد الله من غدا اخترق كل الامور واتي واسلمك المفاتيح. اشهد الله امامكم الان والله وبالله وتالله، اتي من اجلك الى مراكش اعمل المستحيل واسلمك المفاتيح اسكن فيه انت وابنائك تيسر لك الله عز وجل. اما بناء البيت فباذن الله تعالى انا اول الداعمين والمساندين بفضل الله تعالى. أنا أقولها لك إذا اضطريتي واحتاجيتي بإذن الله تعالى بيتي بيتك. أنا ما نهار شريته ما ساكنش فيه ما عمري دخلت ليه. الحمد لله. فهمت كيف؟ فأسلمك المفاتيح بيتي في مراكش. سكن فيه حتى ترتاح. وحنا ومسألك البناء وتأثيث البيت بإذن الله أنا أخوك. لأنك سعيتي في تأثيث مسجد وكان الأمر بيني وبينك وكيعرفه غير الله عز وجل. جاء الامر ليكون هو بيتك ويكون مسجد وصدقه جاريه واكون انا باذن الله سبب في هذا باذن الله عز وجل. ابشر بها، ما علم ما عهدنا عنك الا خيرا. والكلام الذي اقوله لهذا الاخ اقوله لكل اخ. لا ابتغي منكم جزاء ولا شكورا. وارجو بهذا محبه الله وعفو الله والمغفره من الله والرضا من الله سبحانه وتعالى. وما ما نعيش فيه ونتنعم به فهو متاع زائل. هو متاع سائل. لن ناخذ معنا ما عندنا الى قبورنا، بل ناخذ معنا الصالح من الاعمال. وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. كيقول جدودنا الولاء، الله يجعلها في الدين ما يجعلها في قلوبنا. الله يجعلها في الدين ما يجعلها في قلوبنا. نعم، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الولاء ما كيتعبش ادعيه، راه جايه من الاثر وجايه من الاحاديث وجايه من الخبره والحنكه والتجربه. فهنيئا لمن فاز بادعيه الصالحين وهو صغير ولا زال ياخذها وحتى هو كبير.
فهي خير الزاد بإذن الله عز وجل. لا تظن أن دعوات المحتاجين والمضطرين والملهوفين أنها تمر سدى، يرفعك الله بها مكانا عليا، فإياك ثم إياك. إخوانكم في حاجة إليكم بالقليل أو بالكثير، وماشي غادي نتشففهم تنوريو سميتهم وتصويتهم وأرقامهم والعناوين ديالهم، لا، يكفي أنك تفهم أن أخ محتاج. والله الصورة التي جاءتني بيتهم مريب، يحكي لي أن حفظ الله زوجته كانت غتموت وأبناؤه، قال لي الحمد لله حفظ الله أولادي. يعني أين هي المحبة إن لم تكن في الشدائد؟ أين هي الأخوة إن لم تكن في المصائب؟ بالله عليكم، سلام على الدنيا إن لم يكن فيها أخ صديق صدوق صادق الوعد منصفة. فلا بد أنك تكون مع هذا العهد الذي أعطيناه. واش كتأمل بك تقول أخي أحبك في الله، أخي في الله، واش هالكلام؟ واش كتفهموا المعنى؟ واش قارين المقارينش؟ واعين المواعينش؟ بالفعل كتبغي لخوك الخير؟ بالفعل انت كتقرا السنه وكتقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكتحضر في مجالس الذكر وفضل القران، وكتسمع للدروس والمواعظ؟ بالفعل انت انسان ملتزم سني حقا؟ شو متاكد؟ كان خليل حبيبك صلى الله عليه وسلم على ما تصنع الان، على سيرك انت الان، بهذا علمك، بهذا جاء، على هذا ربك؟ بالله عليك، هكذا كان سلفك واثرك؟ هكذا كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين واصحاب البيعه والرضوان واصحاب العقبه؟ هكذا كان الصحابه جميع التابعين؟ هكذا كان السلف؟ بالله هكذا كان العلماء؟ اذا لابد ان نرجع الى الجاده. لا نبتغي بهذا سمعه ولا رياء ولا شهره ولا ممدحه، انما لابد ان نذكر انفسنا واخواننا حتى نثبت على ما ثبت عليه الراعي الاول. وخير الامور السالفات عن الهدى، وشر الامور المحدثات البدائع. فلا بد ان نرجع الى اسلافنا، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ومن يشاغق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى مصير جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد رب العالمين. أخبر الأخ وقد أخبرته بإذن الله تعالى، لكن اشتح الإخوة جزا الله خير، اتصل بي الأخ وتواصل معي أنه يتكلم مع الإخوة، ونتبعت شاركت معكم المباشر اللي عمل أحد الإخوة، وعرفت الإشكال هو الإشكال للأسف الشديد. فبإذن الله تعالى سنسعى إن شاء الله تعالى، لكن نقولها والله العظيم لو أن الآن ما كانش هذا الحجر الصحي لن أرجع إلا بعدما أطمئن أن البيت قد بني. لن أرجع حتى نكون وفيت كل شيء بإذن الله تعالى وقفت عليه برجليا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الآن إن شاء الله سنسعى بإذن الله في تهيئ هذا الأمر إن شاء الله تعالى، ماشي غير بالضائق بديك النظرة اللي كنا بغينا، نحاولوا غنزينوا ونوسعوا بإذن الله. وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، أبشر بها. فكم من محنة في طياتها منح أيها الأخ الفاضل، حاشا الله تعالى يضيعك وأنت غير عما غير قبل شهور كتجري في بيوت الله تعالى باش تفرشها، وهذا بيني وبينك والله يشهد، باش تفرشها وباش دير مكبرات الصوت، وقلت لي مسجد هنا كبير وكذا وخاصو وكتكلم بحرقة. وعجبني الحال صراحة أنك ما فكرتيش في نفسك، فكرتي في بيت الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله قدر الله عز وجل يوقع لك هذا الامر بحكمته منه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. كيف جزاء وفاقا؟ انك كيف كتبك الخير بيوت الله عز وجل، الله يبارك الخير، ينشا بيتك على احسن مكان واجمل مكان باذن الله، ونحن معك ان شاء الله تعالى. ابشر بالخير، لا تحزن، ان الله معنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.